أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المال بالدرهم، نخصصها لموضوع بالغ الحيوية في منطقتنا اليوم، ألا وهو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق جو دينامي على مستوى ريادة الأعمال. كيف لا، والأرقام تشير بوضوح إلى أن الشركات الصغيرة تحديدا، ومعظم الشركات تبدأ صغيرة على كل حال، كانت المسؤولة عن خلق معظم الوظائف الجديدة في اقتصاديات العالم المتقدم على مدى العقدين الماضيين. والأرقام عندنا تشير إلى حراك واضح في مجال التمويل المرتبط بنشأة هذه الأعمال، أو ما اصطلح على تسميته برأس المال المغامر. فما هو رأس المال المغامر؟ وأون تايم شركة أخرى مرشحة للانضمام إلى لائحة 100. للمزيد يشرفني أن أستضيف هنا في الاستوديو السيد وليد عبد الكريم محمد، الرئيس التنفيذي للشركة. أهلا وسهلا بك سيد وليد، مبروك يعني الترشيح إلى لائحة 100، وإن شاء الله يكتمل بالفوز والوصول إلى هذه اللائحة. بداية أعطينا فكرة عن حجم شركتكم وعن طبيعة عملها. حقيقة شكرا للاستضافة الجميلة هاي. شركة أون تايم هي عبارة عن مشروع متنوع يقدم خدمات متنوعة لباقة من خدمات رجال الأعمال في معظم الدوائر الحكومية، ومنها دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة العمل وهيئة الطرق والمواصلات وكافة الدوائر الحكومية العاملة في إمارة دبي. نحن نقوم بالتقديم بالنيابة عن الدوائر هاي المختلفة للتسهيل عليهم. افتتحنا عدة مراكز في إمارة دبي، وصل عدد الفروع إلى الآن 12 فرع على مستوى إمارة دبي. عدد المنتسبين لفريق أون تايم يصل لحوالي 150 موظف. طيب سيد وليد، خبرني عن البدايات، كيف بدأت متى تأسست هذه الشركة؟ أكيد بدأت شركة صغيرة، اليوم هي مصنفة شركة صغيرة أو متوسطة؟ الشركة إلى الآن ما زالت صغيرة، وإن شاء الله في الطريق أن تكون متوسطة. بدايتها حقيقة كانت في عام 2003، كانت بداية متواضعة جدا، في تخصصنا في مجال تخليص المعاملات في القنصليات والسفارات المعتمدة لدى الدولة. من أين حصلت على المال الذي بدأت به عملك؟ والله كان قرض شخصي من عند الوالدة الله يرحمها. كانت هذه البداية، كانت مال البذور كان من العائلة. نعم، من العائلية. نعم، كانت بداية عائلية. بعد كم سنة استطعت أن تحصل على تمويل من مصادر أخرى غير ذاتية؟ حقيقة فقط السنة الماضية حصلت على أول تمويل مشروع ضخم قمنا بتأسيسه بالتعاون مع وزارة العمل، وهو عبارة عن مركز تسهيل. طيب برأيك يعني لما يصير في عنا لائحة 100 وتكثر مؤسسات رأس المال المغامر، هيدا إلى أي مدى ممكن يوفر على رواد الأعمال اللي عندهم أفكار جيدة مثل حضرتك إنهم ينتظروا سنوات لحد ما يقدروا يحصلوا على تمويل؟ حقيقة نسبة التمويل للمشاريع الصغيرة المتوسطة جدا نسبة ضئيلة، حقيقة ما تتجاوز 4% تقريبا في إمارة دبي، وهي نسبة لا المفروض ما تكون، المفروض تكون اكبر عن 4% بالكثير، المفروض توصل لمستويات عاليه، لان دائما المشاريع الصغيره المتوسطه تمثل 80 الى 90% من حجم الاقتصاد الكلي لاي دوله. فنحن نطلع حقيقه، لذلك طلع وجدت فكره ال100 في إمارة دبي لتعزيز مكانة المؤسسات المشاريع الصغيرة المتوسطة الموجودة في إمارة دبي، ووضع الخارطة الدولية ووصول منتجاتها للأسواق العالمية. هذا كان من أهم الأهداف الحقيقة، وإنشاء بورصة ثانوية تكون فيها المشاريع الصغيرة المتوسطة مدرجة ضمن هذه البورصة، سهولة الاطلاع على أنشطتها، تقييمها، تقييم المخاطر أيضا، وضعها بشكل جيد، وسهولة الحصول على التمويل اللازم في حالة التوسعات. بمناسبة التقييم، كيف جرت عملية التقييم اللي نتج عنها اختياركم من بين أكثر من 1000 شركة لتكونوا من آخر 200 تقريبا مرشحين للائحة 100؟ والله هو أول معيار هو اللي يجب تكون الشركة أو المؤسسة موجودة في إمارة دبي، أو موجودة في إمارة أخرى أو دولة أخرى ولكن لها فرع وترخيص رسمي في إمارة دبي. هناك معيار مالي، ومعيار هو النمو والمتانة المالية يجب أن يكون متوفر في الشركة، الهيكل التنظيمي، تنمية الموارد البشرية، التميز المؤسسي الموجود فيها، أيضا أن في لدى صاحب المؤسسة والشركة طموح الوصول للعالمية. هذا من أهم أعتقد مقومات الحصول على عضوية المياه. طيب برأيكم سيد وليد، الشركات اللي لم يحالفها الحظ لتكون تنجح في هذه المرحلة الأولى، هل هذا برأيكم كان تمرين ممكن يكون مهم لهذه الشركات يساعدها إلى أن تكون أوفر حظا في المستقبل؟ يعني هون أصل إلى موضوع المنتورشيب اللي شوي كمان غايب في منطقتنا. بالضبط، أعتقد أنها فعلا فرصة جيدة.
اون تايم كان مثال بسيط. نحن مررنا بعده مراحل، كان حصولنا على جائزه الشيخ محمد بن راشد لمشاريع الشباب كان الخطوه الاولى، وضعتنا على الطريق السليم. حسينا ان فعلا زياره سمو نائب رئيس الدوله لنا في احد المراكز اون تايم كان ايضا دافع. وصلنا ايضا لدخولنا في عضويه تقريبا 200 من ال 100 اس ام اي ايضا خلانا نراجع. نحن كشركه اليوم نتمنى نكون يعني ناجحين، ان شاء الله نكون ناجحين، نراجع بعض الامور السلبيات الموجوده عندنا، ناخذ استشارات معينه في كيفيه تنظيم الهيكل الاداري، يكون في مرونه في حاله التوسع، في حاله الحصول على قروض واموال. اعتقد ان هاي فرصه جيده، ولا يعني دخول الشركه السنه هاي عدم دخول الشركه للأمية معناته هو خاسر، بالعكس هو ربحان، بالعكس بيتعلم اشياء كثيره. اعتقد في المستقبل القريب بيكون وضع افضل بكثير للمشاريع الصغيره والمتوسطه. السيد وليد عبد الكريم محمد، رئيس التنفيذي لشركه اون تايم، شكرا جزيلا لحضورك معي. شكرا جزيلا. شكرا.